هيدا الشغل شو بيريح لي نفسيتي؟ شو برتاح نفسيا لما اشتري ذهب؟ ما بتلبسه شو تقيل؟ او مون ديو حبيت 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 هيدا لعيلي. وتتعرفوا انه انا انسانة سوبر قديرة خرست لكم جليلة الحياة، يعني بحس بعد مليون سنة لقدام ما بقى تقول اسم هيفا ماجيك على لسانة. خرستك ولا ما خرستك؟ خرستك عرفتي؟ فبدك تتعلمي ليكي ولي احبي اسمي، اوعيك تجيبيه على لسانك واوعيك تجربي تدقي بيبي انت والبوطة الشراميط اللي انت معن والشلك اللي كانت معك، اوعيك تجربوا تدقي بيبي. عم بتشوفي شو عم بيصير بالشلك صاحبتك؟ ايه متابعينه انتو لهيداك الاكاونت، فاوعكم تدقوا بيبي بخربها وبقعد عتلة. قلتلكن انا حي وسمي نجس نجس، اوعكم تدقوا بيبي. خدامات حقيرات ندمانات. وتعالى قلي بشو التهبتي. فبتمنى يا رخيصة تكوني تعلمتي درس مثل ما كنت حبلة مرة وسقطتي وتعلمتي درس انك بتركبي لولب. بديك تتعلمي انه اسيادك ما فيك تجيبي سيرتهم، اوكي؟ ولعبي على قدك انت والبقرة الحلوب اللي معك، العبوا على قدكم لانه حربة كتير مأزية كتير. اذا انا انسانة محبوبة والعالم بتقلدني والعالم عندي معهم مصداقية بيصدقوا وبفرجيهم كل شيء واضح مثل عين الشمس، حصور بلا فلتر لحظة. فمثل ما في كتير ناس بتسب، في كتير ناس جمهور وراي جيش لا يستهان فيه ابدا، بحبوني وبيغاروا علي وما بيردوا اي حشرة مثلك تحكي عني. بعتقد انك فهمتوا هالدرس كتير منيح. وانا ما زنبي اذا انا انسانة بعمل دعاية وبتضرب دعايتي وبتضج الدنيا، انا ما زنبي. وصدقيني مش اخديتها شغلتي، كتير عم بيجيني دعايات انا سعري غالي اغلى منك اغلى من ليلتك، عرفتي؟ انا بنقيهم على مزاجي لانه بعرف شو تأثير دعايتي وبعرف اللي انا بعمل معه دعاية انه بضوي. فهمتي يا مطفية انتي والبقرة الحلوب تبعيك؟ بس بعتقد انكم تدمرتوا عم تحشوا دبان الذبابة. وما بخبرك قدي انت انسانة غثيثة وتقيلة الدم وجليلة حياة، وقدي انت انسانة فيك ومكروهة من كل العالم وكل العالم بتكرهك. فيك بكل المعاني، بالتصرفات وبالشكل. فيك لدرجة انك عن جد تقيلة ومقرفة على العين، يعني مثل ما قالت كاتولينا انت، مثل ما قالت كاتولينا، ما رح ازيد على كلام كاتولينا لانه بدعت معي. فبتمنى انك تكون تعلمت درس وبتمنى انك بعمرك ما تجيبي سيرتي، اوكي؟ وانا بمزاجي هلا حوقف احكي عنك لانه عندي شغل. وتاكدوا لو انا انسانه من لدغت من هيدول العالم ومن جرحت منهم ما كنت طلعت هالقد حيربتهم، لانه عن جد انا كيفي خيري شري وما بقرب على حدا، بس لما حدا بده يدق بيبي بصير عم بشفق عليه. فنصيحه مني عن جد ما حدا يدق بيبي عن جد، لانه عن جد حرب مسمه، والله حرب مسمه. يعني شو بدي اقول، انا ما بحب يعني احكي عن اعراض الناس، بس شلك وبدها تحكي عني لا طويله على رقبه اللي خلفك. سوري سيمبلي، لو وحده اشرف منك عم تحكي عني نو. انت اخر وحده تحكي عن الشرف واخر وحده تحكي عن ربنا واخر وحده تحكي عن الحلال والحرام ولعنه رب العالمين، لانه انت اكثر انسانه ملعونه. عرفتي حبيبي يا بشعه؟ طالما انا وصلت لمحل انه رسالتي بالحياه صارت هي الجمال، ان كان بماي كوزمتكس، ان كان بماي سالون، ان كان بكل شيء عم بعمله هون وبتايلاند وبميلانو ومع مندوبيني اللي موجودين بالاردن وبالعراق وببغداد وبفلسطين الضفه
وبألمانيا وبالنوروي وبلندن وين ما بدكن، يعني صار عندي وكلاء حصريين بكل أنحاء العالم. طب أنا مني فاضي أطلع سب، عيب مش حلو بحق أطلع سب، بس بتخلوني أوصل لمرحلة إنه دايما الناس الواطية لو نزلنا لعندهم دعسناهم ورجعنا طلعنا بيكون منيح، المهم إنه نرجع نطلع. فأنا بنزل بدعسهم وبرجع بطلع لمحلي، واليوم قعدت بمحلي. فبعتقد إنه كان صدقوني قد ما قلكن إنه أنا وصلت لمرحلة كمان إنه بطل يأثر فيه حكي العالم، لأنه أنا بعرف أنا مين وبعرف أنا لوين رايحة وبعرف طريقي وماشي فيها، لا بسهرات خاصة ولا بأوبسات مثلك ولا بالتعريس ولا بأكل الخرى، ماشي بشغلة وبذكية فقط، والحمد لله الله عم يعطيني أكتر ما أنا بتمنى بكل شيء عم بنجح. كل إنسان عم يرتبط اسمه باسمي عم بيكون نمبر ون، كل مكان أنا بعمل له دعاية ولك حتى النايت كلوبس نمبر ون، شو ما أعمل دعاية نمبر ون. فهيدي محبة من الله ما فيكن تنكروها. أنا يمكن كون مخالفة لعاداتكن وتقاليدكن، بس هدول إلكن ببلادكن دينكن، ما خصكن بديني، ما خصكن أنا شو عندي، ما خصكن أنا شو إلي شو علي، ما حدا خصو فيه، كل واحد بيتحاسب على أعماله. ما حدا ماسك مفتاح الجنة بإيده، انتبهوا لما تمسكوه بإيدكن ما تفوتوني. مع العلم انه قد ايه بتشوفوني انا انساني غلط البعض منكم، بدي اقول لكم شغله انه انا السرمية اللي بلبسها باجري هي اشرف من الناس اللي بتشوفني غلط وبتسبني، اشرف بكتير، لانه انا فوق السطح مش تحت، تحت الطاوله انا علنا ما عندي شيء مخبى بحياتي، كل شيء بحسه بقوله، كل شيء بدي اعمله بعمله. خلص منحبكم، وبدي ارجع اقول اللي بقوله كل يوم، بدي اشكر كل الناس اللي بتحبني وكل الناس اللي بتدافع عني وكل الناس اللي واقفه بظهري سيف وكل الناس اللي فهماني انا شو من جوا وبتعرف هيفا ماجيك الاصليه من جوا شو، وبتعرف انه انا انسانه ما بعمري اذيت نمله، بس انا عم بتعرض دائما لهجوم من العالم الناقصه والناقص انا بمحي بعمله زيرو. فهيدي سياستي بالحياه، اللي بيغدرني واللي بيحكي عني بدي دمره مين ما كان يكون، ان شاء الله لو لاخر نفس بحياتي. هيدي هي قوة شخصيتي، هيدي هي هيفا ماجد، هيدي انا.